يعني عامر، مثل ما شفنا بالبرومو لمسلسل قلبي الشامية، وردة شامية قصة حقيقية مصرية أسقطت على قلبي الشامية. هلا ما بعرف إذا كانوا شخصيات حقيقية كانوا بالشام القديمة، لكن خلينا نحكي تأثيرات أعمال قلبي الشامية وأيضا عودتها بقوة أيضا على سوق الدراما. هلا بصراحة سمعنا نحن انه هي مأخوذة عن قصة ريا وسكينة، بس لم يذكر هذا الموضوع بالشارة، فما بعرف. هلا بنسأل استاذ استاذ سامر تامر معنا اذا بعد شوي، فيه. ولكن الناس بتحب هذا الموضوع، بتخيل انه يمكن بكل بلد في ريا وسكينة او وردة شامية. لا انا قصدت موضوع البيئة الشامية بالتحديد، يعني هذا النوع من الاعمال متابع بشغف من قبل صحيح. الجمهور المحلي والجمهور العربي أحبوا هاي المادة، وبالتالي صار كل موسم يكون في أكثر من عمل. هاي السنة يعتبر عدد الأعمال البيئة الشامية قليل جدا، يعني عندنا عطر الشام وعندنا وردة شامية بس. صحيح. أما بسنين قبل كان في يعني أعداد أكبر انتاجات من وأجزاء هيك. أكثر تماما. شو خصوصيته اليوم لوردة شامية عامر؟ مثل ما قلت أنت كان في أجزاء كثيرة، يعني يمكن وصلنا لمرحلة لا الناس ما بقى كثير تابعت البيئة بالسنوات الماضية، على قد ما عم بيكون عدد كبير من المسلسلات تماماً. خلال شهر رمضان صحيح. المبارك اليوم شو هو خصوصيته ووين يمكن فينا نقول حقق نجاح وهيك جذب العالم وردة شامية؟ هلا اولا هو انتاج السنة الماضية حقق نجاح هاي السنة، هاي يعني فكرة لازم ننتبه لها كثير. صحيح. قصة ما أنا موجودة بمجتمعنا الشامي اسقطت على يعني بطريقة ذكية اسقطت على هذا الموضوع، وطلع عمل شامي بقصة مستعارة خليني اسميها، ما بعرف هل هي ريا وسكينة او غيرها. هي ميزته للعمل، بس في عدة اشارات استفهام يعني هيك وردت ببالي، انه يعني كان بدنا المرحلة الزمنية انه لأي مرحلة بتخضع، لأي تاريخ، لأي تاريخ، لانه واضح انه هدول الاعمال البيئة الشامية عم تكون بالفترة يعني مثل وردة شامية عم بيكون بالفترة اللي فيها الحكم العثماني، اللي كان الاحتلال العثماني موجود ببلادنا، بالتالي بده يكون بالقرن 18 او بال 17 او بال 16، يعني بهاي الفترات. لكن كل مرحلة زمنية من هاي المراحل لها شيء، لها صفات محددة، يعني بالرغم من انه الوثائق التاريخية ما ذكرت شيء كثير كبير لقلة الوثائق، يعني عندنا وثيقة واحدة يعتمد عليها بالنسبة لدمشق وهي المرحلة الزمنية، هو كتاب حوادث الشام اليومية للحلاق البديري، أحمد البديري الحلاق. فهو ذكر أو وثق 21 سنة بالقرن 18، أنه كيف كانت الحياة بالشام، كيف كانت البيئة عن جد، كيف تعامل الناس مع بعضها، كيف كان الاحتلال، ولكن وثقها بطريقة شوي مقيدة تبعا لثقافته هو بهذاك الوقت. عم تترجم بالدراما اكثر يمكن عامر، فبضل في هيك اشارات استفهام انه عندي انا انه شو المرحلة الزمنية تبعها. خصيصا يمكن انه نحن صرنا بحاجة للحظة انه نتعرف فعلا على حقيقة هاي المراحل الزمنية. أكيد. لانه هي يمكن بالمسلسلات الشامية صراحة مو كلها عم تنقلنا واقع حقيقي تماما، يعني عم يصير فيها تزييف. تماما. خلينا لكن عامر نعرف اكثر عن هالاشارات الاستفهام ويشرح لنا اكثر عن المسلسل. طبعا باتصال هاتفي مع مخرج عمل وردة شامية تامر إسحاق. يسعد صباحك. صباح الخير. نعم وانت بألف خير ومبروك عمل وردة شامية. وانتم بألف خير، نعاد عليكم وعلى سوريا يا رب. ينعاد عليك استاذ تامر ويسعد صباحك يا رب. اول شيء مبروك العمل يلي يمكن شفنا ردة فعل ايجابية نوعا ما نحن من خلال يمكن المتابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبدئيا. استاذ تامر فينا نقول انه بتعتقد وردة شامية هو على رأس قائمة المنافسة بين الاعمال الاولى لهذا الموسم؟ اول شيء يسعد صباحكم ويعني نقول عيد فطر سعيد يا رب هيك لكم وكل شيء عم يحضرنا هلا. بدي اقول لك الله يبارك فيك، شكرا لك. وردة شامية ايه اكيد ما في شك انه هو من الاعمال اللي كانت منافسه بهذا الموسم. مو كفكره عمل بيئه شامي او قله الاعمال الشاميه هذا السنه، لانه وردة شامية تصور السنه الماضيه حقيقه. يعني كان محسوب اكثر يمكن على السنه الماضيه اكثر من هي السنه، لكن بما انه الناس هلا شافته فبنحكي هلا.
المشاهدات كثير كبيره، وصل ل 23 مليون مشاهده على اليوتيوب. هذا رقم ما هو رقم كبير كبير حقيقه، بالاضافه يعني وبالاخص كمان بيقول انه هو ما نعرض على شاشاتنا الوطنيه، يعني هو ما نعرض على شاشه التلفزيون السوري. صحيح. فهو يعني يحسب لهذا العمل، هذه هي المشاهدات وهذا الحضور برمضان. نعم أكيد. نعم. طب استاذ تامر خلينا نحكي شوي، يمكن العمل وردة شامية في شوي من التشويق لمعرفة أحداث وتسلسل أحداث قصة يمكن شكرا مرتجى وسلافة معمار، خلينا نحكي أكثر عن هل إمكانية خلق أجزاء مشابهة أو مختلفة لسياق الأحداث مثل ما هو هلا دارج بالمسلسلات البيئة الشامية؟ يعني انا باختصار شديد بقول لك، اول شيء انا ما صبحت عامر بالاستديو معي، هلا بيصبح عليك وبيسالك سؤال. يسعد لي صباحك. اكيد يسعد لي صباحك حبيبي. هلا بقول لك شيء، يعني انا عم حاول حقيقه من خاتون اللي كان بالموسم الماضي شوي، كنت انا يعني ببالي انه انا اطلع من حاله الفانتازيا الشاميه اللي هي ما بتشبه تاريخ الشام، وكنت عم بسمع انا شو كان عم يحكي وبعيده اكيد على هذا الموضوع. فكره ورده شاميه هي اكيد هي فكره ريا وسكينه، ما فينا ننكر هذا الحكي وحكينا عنه كثير انه هو ريا وسكينه، لكن شفنا شوي شومناها اخذناها للفترة الحكم العثماني، لانه يمكن بيتميز بالفوضى اللي كان تعيشها الشام بهذاك الوقت بظل هذا الاحتلال. لكن يعني رحت اكثر الحاله الاجتماعيه، يعني بمعنى حاله التشويق والسرقه والقتل الى اخره، مع حالات دراميه معينه بعدت عن كل التفاصيل اللي علاقة بالبيئة الشامية أو بالجو الشامي اللي متعودين عنه، مو بس بالحارة أو بالمختار ولا العقيد ولا بالزعيم وإلى آخره هذا الكلام كله، لا في تفاصيل أكثر. أنا حاولت بعد عنا لروح على البيوت أكثر وروح للقصة، يعني نعمل فوكس أكثر للقصة تبعها. يعني يمكن صار التركيز فعلا على القصة وانفصلت عن موضوع الحارة الشعبية وتفاصيل الحارة يلي بتدور. يمكن أحيانا في تفاصيل أحيانا عم تكون مملة بالمسلسلات الشامية، ما شفناها بوردة شامية أبدا، دائما شفنا أنه في حدث لازم في بعده حدث مهم كل العالم ناطرته. أستاذ تامر هلأ رح يكون معك عامر ويسألك سؤال محضر لك، فاجأة شو محضر؟ انا اول شيء قولي لا بالعكس، اهلا وسهلا فيك يا استاذ تامر حبيبي يا عامر، وعملك اكيد شفنا نحن من خلال بحثنا واستقصائنا انه الناس حاببته، في متابعات كثير كبيره الحمد لله، يعني بحق لك انك تعتبره خطوه ناجحه، وبدنا نقول لك مبروك اكيد هذا الشغل بالرغم مثل ما قلنا انه من السنه الماضيه، يعني مو السنه هاي. بس انا هيك في عندي ملاحظه فكرت فيها، انه انت جيتنا هالمره مثل الخطف خلفا، انه دائما نحن بناخذ القصه بنشوف اسقاطها الزمني وبنروح للمرحله الزمنيه تبعيتها، فبالتالي بنعرف امتى المرحله، شكل اللباس، التعامل مثلا، مين الوالي او القاضي اللي كان موجود، كل هاي التفاصيل بتتبع للمرحله الزمنيه اللي بتكون الحتوته او الحكايه موجوده فيها. هالمره يعني في عندنا حكايه بس ما عندنا مرحله زمنيه، فبالتالي حسيت هيك انه رجعنا مثل رجوع خطف لورا، اخذنا الحكايه واسقطناها او شومناها وصرنا نعمل تفاصيل زمنيه قد تكون صح وقد تكون غير صحيحه 100%. اي تمام. فهون هي مغامره، بس بالرغم من هيك الناس ما كثير انتبهت لها مغامره، لانه نحن بنكون هيك يعني ممكن خرقنا شوي بتقاليد والعادات البيئه الشاميه، حتى تمام. يمكن بشكل اللباس، بشكل العادات والتقاليد، وبنفس الوقت في كتير تفاصيل إذا واحد بده يوازنها بحس إنه هيك في نوع من المفارقات بين إنه امرأة قوية الشخصية مثلاً وفي في في امرأة ضعيفة الشخصية ما بتقدر تعبر عن حالها، فإنه موجودين بنفس المرحلة الزمنية مثلاً. فهون في هيك حسيت إنه في إشارات استفهام أو في حالات ضياع، يا ترى لو كان في استشارة مثلاً درامية أو استشارة تاريخية ما كان هيك ضبضبنا العمل أكثر ونجح بالتالي هيك، خلينا نقول انه زاد بنسبه نجاحه اكثر. هاي كان يعني هي ملاحظتي مع نصيحه وسؤال بنفس الوقت لك. فهمتك تماما. هلا هي الحقيقه سلاح ذو حدين
عامر هذا الشيء عم تقوله. انا ارفضت حقيقه انه تكون المرحله شوي ضايعه، احنا جزء من فتره الحكم العثماني على دمشق واشتغلنا عليها. هلا انا بتصوري اذا رحنا شوي اكثر للوثيقه بمرحله معينه ونحن بنكون اكدنا على وجود هدول الشخصيتين بدمشق، وهدول الشخصيتين اكيد ما كانوا موجودين بدمشق، ما كانوا موجودين وما لهم علاقه بهذاك الزمن ولا بهذا الزمن. اكيد اكيد ريا وسكينه وورد الشاميه موجودين بكل زمان ومكان باساليب بتختلف، يعني ما شرط الاذى يكون بالقتل، ممكن الاذى يكون بحالات اكبر بكثير، لكن الحتوته هي هي خلينا نعتبرها هي حتوته فقط، بدون اي وثيقه لها علاقه مين كان الوالي وباي فتره بالضبط، او نروح على تفاصيل معينه ناكد انت وكيف كمان. حتى انا موضوع الحارات يعني هربت منه، الاسماء الحارات يعني الاسماء، لانه ما بدي اكد على وجودهم بدمشق، يعني هي هذا الشيء اللي كان عم بس على له حقيقه برد شامل. نعم هذا بخصوص يعني عم بقول لك انا بخصوص الزمان الحقبة التاريخية لألون والحقبة لألون، أكيد في تفاصيل تانية ممكن كان ينشغل عليها بطريقة تتأكد وجودهم، بس حقيقة أنا كنت قاصد تماما أنه يكونوا فقط قصة. وريا وسكينة نصيحتي يعني أي تفضل حبيبي، وأكيد ريا وسكينة الناس كلها بتعرفهم، بتعرف ريا وسكينة ونعمل عنا مسرحية ونعمل عنا مسلسل ونعمل وفيلم عنا كثير وفيلم سينما كمان تماما وفيلم، لكن ما قدرت بس ما بتعرف النسخة الشامية منهم أستاذ اليوم تعرفنا عن ما بتعرف النسخة الشامية أستاذ نعم تفضل، في عندك شيء لسه تحكيه؟ لا عم اسمعك استاذ تامر، يعني نحن بدنا نقول لك مبروك للمره الثالثه اليوم، بنأكد على نجاح المسلسل وان شاء الله هيك دائما اعمالك بترجع القلق للبيئه الشاميه عبر حتوته، ما تكون طبعا عم تشوه صوره لا المراه السوريه ولا الرجل السوري. نحن بنتشكرك لوجودك معنا عبر الهاتف استاذ تامر. انا بس هيك شيء سريع بدي اقول لك، تفضل. اكيد 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 انا مع ضد اي شيء بيشوه حضور المرأة السورية اللي كان بهذاك الوقت، كان زمن العثماني ولا الفرنسي، اكيد انا ضد هذا الكلام. لكن للاسف موضوع البيئة الشامية موضوع طويل، حكينا عنه حكى عنه كثير، اللي هو حقيقة في تشويه لهي هذا التاريخ، لكن هو ما بيشبه تاريخ دمشق. عامر ما في استاذ تامر تغيير عامر ما في بده يسألك هو مو سؤال بس نحن ليش عم نتوجه لك بهاي الملاحظة يا أستاذ، لأنه أنت مخرج البيئة الشامية، أنت بتعرف يعني أكثر من حدا لقبك بهذا المجال، لأنه بهذا اللقب قصدي، لأنه أنت اشتغلت أكثر من مسلسل وحبتهم الناس يعني، وخاصة مثلا الأميمي، أو يعني ببالي كثير أعمال حضرتك اشتغلتها، فمشان هيك أنه بدنا يعني يكون في توثيق أكثر بشكل ما يكون في تشويه للبيئة الشامية، هذا القصد. أكيد أكيد هذه هي الظروف، هي يعني بيحكى عنها وأنا معها أكيد، وعم نحاول نغيرها شوي شوي. إذا بتلاحظ خلينا نتفق على تغيير تسمية البيئة الشامية إلى أعمال الفانتازيا الشامية، يعني لنقدر نهرب شوي من موضوع أنه هي ما بتشبه تاريخ دمشق. أكيد منروح للقصص يمكن مثل ما ذكرت حضرتك والحتوتات، يعني نحن بنتشكرك كثير وجودك معنا لليوم، بنتمنى لك كل التوفيق ودائما ناطرين جديدك ودائما ناطرين شيء مميز يخلي قلق الدراما السورية بشكل عام بكل انواعها انه هي تتألق اكثر واكثر. شكرا كثير ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب، وشكرا لكم، ينعاد عليكم يا رب. شكرا ينعاد عليك استاذ تامر. يعني عامر كنا عم نحكي بموضوع كثير مهم، مسلسلات البيئه الشاميه اللي هي كانت دارجه خلينا نقول والى سوءه مثل ما بيقولوا وما زالت، لكن في بعض الاخطاء مثل ما قلت اللي هي عم يمكن تشوه صوره المراه السوريه بالاعمال الشاميه. صحيح. او الرجل ايضا السوري، يعني حياتهم ما كانت هي عباره بس عن قتل وضرب ولا بالضبط. عن سرسره، في كثير كان في نساء صحيح. متعلمات، في كثير كان نساء ناضل ضد الاستعمار ايضا، ما في بس انه هذا اللباس أكيد. وهذا الغطاء وخوفه من الرجل، خلينا وما بعرف شو هي التفاصيل. لل...
يعني الطرق اللي لازم فيها نحافظ على تاريخنا ونوصله بشكل صحيح؟ يعني أنا برأيي مراعاة الوثائق اللي موجودة بين إيدينا على قلتها. يعني هلأ نحن ما عندنا كتير وثائق بتخدمنا بالنسبة لنعرف إنه كيف كانت الحياة بالضبط عنا، بس عنا يمكن أحيانا حتى من زمان بنشوف الأسود والأبيض، بنلاقي إنه في نسبة من النساء السوريات اللي كان عندهم مواهب هلأ يمكن ما عم لاقيها. صحيح بهذا بالعصر، يعني بالوقت صحيح الأخير خلينا نسميه، أو اللي نحن قدرانين نشوفه، نشوفه بس المراحل صحيح. اللي لما كان ما فيها عندنا الحكم شواهد. العثماني مثلا ببلادنا، هي أبدا ما مضواي بطريقة سليمة. صحيح يعني هي عبارة عن مقتطفات وبدها بحث. يا ريت لو يكون في عندنا مشروع بحث لنعرف أكثر كيف كانت البيئة عن جد، لكن الروايات وحتى الوثائق اللي موجودة بين إيدينا ما بتدل بأنه فعلا كان في مثلا هاي المجتمع الذكوري، هاي القسوة على المرأة، يعني هاي بس إنه طاعة المرأة للرجل. يعني كتير أعمال البيئة الشامية راحت كتير وأغرقت ايه بهذا تمام، انه البيئة الاتجاه. السورية اكثر حدا بيقدر المرأة اكثر من غير المجتمعات بكثير. تمام، يعني يعني لدرجة أنا من فترة كنت عم بقرأ شيء بالكتاب اللي ذكرت لكم إياه، اللي هو لأحمد البديري الحلاق، ففي بالمقدمة مذكور إنه كان في مثلا بفترة من فترات إنه النساء عاملين مظاهرة وطالعين مظاهرة شموع، او يعني تجمع نسائي انه داروا بالحارات كلها بالرغم من وجود الحكم العثماني، انه يعني كان يعني في شيء عامل يطالبوا فيه هو بغض النظر عن وجود المجتمع الذكوري او شخصية دائما الذكر المسيطرة. دائما التاريخ يشوه اثناء وجود الاحتلال، دائما تعرف صحيح، هذا بس الشيء انت، واجب علينا ويغيب وقت بيكون في عندك ما ننساه. احتلال، هو بي 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 ما بيخلي يمكن السوري يكتب التاريخ، ما بيخلي، فهلا هيك حكما اي طبعا طبعا بيتشوه التاريخ صحيح. نتيجة هذا الشيء. بدنا نحكي شوي يعني للدراما بشكل عام، هل هي لازم انه توثق احداث التاريخ ان كان ايام البيئة، اذا كان بالبيئة الشامية او بحياتنا اليومية الآنية؟ هلا نحن بمرحلة يمكن لازم توثق بشكل صحيح، نحن هلا عايشينها وعم نشوف مسلسلات دراما عم بتصير بالوقت الحالي. تمام، وين دورها هلا للدراما، والى اي درجة رح تأثر بوعي المتلقي؟ يعني السؤال انه هل الدراما وسيلة توثيق او لا؟ هلا البعض بيرفض هذا الشيء لانه بيعتبرها هي منتج فني، هي مرآة للحياة، لكن مو شرط انها توثق تفاصيل الحياة كلها. هي بتاخذ مشهد من الحياة بتجمله ممكن وبتقدم لنا اياه بطريقة التسلية. البعض الآخر بيقول لا، واجب عليها أن تعمل حالة توثيق لأنه في عنا كتير مشاهد ممكن تضيع. بس أنه هل يقع على كاهل الدراما التوثيق الكامل؟ أنا برأيي لا، ممكن نوثق شيء بشكل إبداعي أو بشكل فني أو تماماً. بشكل يعني بعدة وسائل كفكرة قصدك تماما، بس مو شرط أنه نروح فيها للتوثيق. لا، التوثيق مجال آخر. خليني أقول الفيلم الوثائقي أدران إنه يوثق وصل الكتاب، الرسالة التاريخ المكتوب، يعني هذا على مجالات سيرة توثيق المدة أكثر. والوثائقية، في مسلسل كمان درامي اسمه الشك، مدته 10 دقائق على بس الإنترنت، يمكن هي وسيلة جديدة للدراما كمان. عامر شو رأيك فيها باختصار؟ والله لألكن عندي شوية عتب على هذا المسلسل. أولا ليش عملنا 30؟ طيب نحن مو فتنا على فكرة اليوتيوب، إذا نحن خرجنا من إطار فكرة انه رمضان، انه رمضان اذا هيك لا اعرضوه على التلفزيون وخلصوا. فكرة حلوة، انا مع انه نبدا بمسلسلات اليوتيوب ونخرج من اطار او فكرة القصيرة. العرض بس مثلا راحوا اخذوا، يمكن كان لو كان 15 حلقة او 10 حلقات افضل ما يكون دقيقتين جداد ومقدمة وخاتمة. تمام، تذكير بالعمل وانه شو بده يصير. كبرت الحلقة فصار في ملل عند المتابع. فأنا يعني هاي ملاحظاتي على مسلسل الشك. تجربة جديدة، في بعض الهفوات مثل ترتيب الأسماء ما كان مزبوط أبدا. يعني في نجوم صدرتهم السنوات الماضية إنه هنو نجوم صف أول، نجي نحط اسمهم مرتبة خامسة أو سادسة، ما بصير. يعني معناتها نحن ما عندنا صناعة دراما، يعني أو عم نشوه نحن بالدراما. يعني ما بصير هذا الشيء، لازم نصدر اللي صار صف أول، خلينا نحافظ عليه صار صف أول. كمان ملاحظة أخيرة بالنسبة لمسلسل الشك، ما بعرف يمكن طولت شوي. لا تفضل. بس إنه العنصر الشبابي أو يعني الرجال بمسلسل الشك ممثلين أفضل من النساء. النساء في عندهم استعراض واضح، أدواتهم هيك حسيتها إنه مفقودة أكثر، بينما الرجال يعني مثل الأستاذ بسام كوسا، الأستاذ محمود نصر والشباب الموجودين جوان خضر والأستاذ محمد الأحمد، إنه ممثلين بطريقة فعلا في أدوات، في استخدام، في تعامل مع الكاميرا بشكل قوي.
بالنسبة للعنصر النسائي لا، يعني ممكن استثني صفاء سلطان ما حفظ الألقاب للجميع يعني، أما الباقي لا. يمكن عابر خلال شهر رمضان حكينا عن عدد من المسلسلات السورية، حاولنا أنه نشمل أكثر مسلسلات كانت متابعة خلال هذا الشهر وقدمت شيء للجمهور، وبنفس الوقت إن شاء الله تكون حققت نجاح. خلص شهر رمضان، بس أكيد نحن دائما لنا حديث وحوار، بس وهلا ما خلص الحكي عن تماما حكي عن المسلسلات. المسلسلات دائما بدنا نضل نحكي. هلا طبعا لسه بنشوف ردة فعل العالم، ولسه أكيد بيكون في جوائز، ولسه بيكون في تصويت مسابقات وتصويت لا من الناس، فوقتها تمام يمكن كمان بنقدر نحكي بشكل نشوف ردة موسع. فعلهم أكثر بس احنا وأوسع. ما وجهنا تحية أيضا للنجمة شكرام مرتجى ونجمة سلافة معمر، أي اللي طبعا هن أبدعوا بمسلسل وردة شامية، وكان والأستاذ سلوم حداد، وأستاذ سلوم حداد أكيد، أكيد وكل الكادر العمل أي تمام فعلا بدهم، يعني لازم نوجه لهم تحية لأنه اشتغلوا شيء حلو، ولولا حرفيتهم وأدائهم الجميل ما انجذبت الناس صحيح. لهذا المسلسل كمان. عامر نحن بنتشكرك، ومثل ما قلنا يمكن خلص شهر رمضان لكن العالم لسه ما استفضت تحضر كل المسلسلات، اكيد رح يكون عندها كثير من التقييمات لكل الاعمال الدراميه اللي كانت قليله هالسنه، لكن نوعيتها كانت جيده نوعا ما مثل ما حكينا. شكرا لوجودك معنا، وان شاء الله هيك بنستقبلك ايضا لنحكي ما بعد رمضان إن عن شاء الله. نتائج التصويت وافضل المسلسلات. بسرني اكيد اني اكون معكم، وشكرا للاستضافات عبر شهر رمضان، وان شاء الله منتابع اكيد ان شاء الله. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير. وانت بخير عامل. اما